السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونبتدأ بالجزء الثالث من حلقتنا لليوم وهي عن الابتداء. نحاول أن نجمع فيه كل ما أمكن، كل ما يتناثر حول الموضوع في مكان واحد حتى نجعله مرجعا مناسبا لكم، بحيث أنه لما تسمعوا الحلقات تكونوا فعلا جمعتوا كل موضوع الابتداء في مكان واحد. سألتني أخت قبل القليل عن موضوع الفتح الحكمي، وقلت لها أني ما بذلت جهد فيه كثير. بعدين في الاستراحة فعلا تذكرت موضوع الفتح الحكمي، لأني مرة سألت عنه أكثر من جهة وما لقيت جواب، ما لقيت جواب له، ضليتني أدور عليه. بعدين جمعت رابط عجيب، إن شاء الله يكون يعجبكم، إنه بس هذه من بنات أفكاري، وإذا حدا عنده أي شيء يعني يزيد على هذا الموضوع، يعني حتى على الجوجل دورت على الفتح الحكمي ما بتلاقي عنه كثير، فبس حاولت اني اجمع هذا الموضوع كما يلي. هلا موضوع الله، انه هل فيها فتح حكمي ولا لا؟ هلا موضوع وجود الفتح اصلا، هي هاي هذا السؤال. الفتح الحكمي هو ليس فتح طبيعي، ليست شكل الفتحه الطبيعيه، يعني ما في، أنا مش شايفة فتحة مرسومة. هو هذا معنى فتح حكمي، هو جاء الحكم إنه في فتحة وهذه الفتحة ليست مرسومة. اللي مثال اللي قلته بالتسجيل سابقا اللي هو ألف لام ميم آل عمران. طب إحنا ألف لام ميم، واحدة من الأشياء اللي بنعرفها إنه اسم هجاء الحرف ساكن، اسم هجاء الحرف ساكن لا يوجد عليه حركة لأنه لا يدخل عليه إعراب. فواتح السور لا يدخل عليها إعراب، ما بقدر أقول واحدة مثلا هذا مبتدأ وهذا خبر ولا هذا مضاف مضاف، لا يوجد بينهما علاقة إعرابية. هذه اسم هجاء الحروف اتصلت معا بشكل معين، لا نعلم لها تفسيرا حتى الآن. كل من قال بتفسيرها قال والله أعلم، هو شيء خطر له، فهم هذه المدلولات من الكلمة ثم يرجع ويقول الله أعلم. لكن هي هذه الأسماء الهجاء التي كتبت في بداية السور كتبت ساكنة. طيب في جميع فواتح هذه السور، هذا جامع لكل فواتح السور، كل فواتح السور التي جاءت على شكل حروف مقطعة، الحرف الذي يليها في الآية التي بعدها هو حرف متحرك. فبما أنه عندي أنا السماحية أنه أنا إذا ربطت الأيتين مع بعض أربطها، فلا يوجد مشكلة. ليش؟ لأنه وقفت على ساكن، ثم حتى لو وصلا أنا سأقف على الحرف الأخير ساكن في الكلمة، وعند الوصل سيبقى ساكنا، مثل زي هاء السكت. كيف هاء السكت؟ هي ساكنة خلاص جامدة في مكانها، ما بتتحرك لا وصلا ولا وقفا. نفس الشيء أسماء الهجاء للحروف المقطعة في بداية السور، فهي جامدة، هاي لازم تبقى ساكنة، فوصلا أو قطعا أنا أبقيها ساكنة. فعندي وجه من وجوه أني أوصل الآيات مع بعض، معناته بقدر أقول ألف لام ميم ذلك الكتاب. لاحظي ألف لام ميم ذا ميم ساكنة، ذا متحركة، وهكذا في كل فواتح السور الحركة ما بعدها الحرف متحرك، فلا يوجد عندي إشكالية. الإشكالية فقط موجودة في آل عمران، لأن الكلمة التي تلي من فواتح السور هي كلمة ساكنة فيها همزة الوصل الساكنة التي قبل لام التعريف، الله لا إله إلا هو. فبالتالي الآية أنا بدي أوصل الألف لام ميم مع الله، كيف بدي أوصلها؟ بدي أتخلص من انتقاء ساكنين. طب هاي مش كلمة من الكلمات اللي عندنا قواعد إلها، تذكر التقاء الساكنين، إيش بفتحه إيش بضمه إيش بكسره، عندنا قواعد، بس هاي تنطبق على القاعدة اللي جوا كلمة، أما لا تنطبق على اسم الهجاء. فهنا جاء حكم أنها ستفتح، هذا طبعا بالرواية جاي. من وين أجى أنه نفتح؟ من اختار الفتح؟ اختارت الرواية، الرواية المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ هكذا. ماذا بنى على هذه الألف من حكم؟ ماذا بنى عليها؟ هاي الألف مش مرسومة على أسماء الهجاء، إذا بتلاحظوا في كل مصحفنا لا يوجد عليها حركة. طب أنا هاي الحركة مش مرسومة، إذا هذا شكل الفتحة ليس مرسوما. من وين أجا؟ أجا من الرواية. طب إذا أجا من الرواية ماذا ينطبق عليه؟ ينطبق عليه حكم تفخيم لفظ الجلالة بعدها، هذا هو الحكم الذي ينطبق عليه.
فهو أصلاً فتح غير مرسوم، هذا واحد، هذا أول صفة في الفتح الحكمي، إنه غير مرسوم. رقم اثنين يأتي بعده لفظ الجلالة، وبالتالي يجب إني أفخم لام لفظ الجلالة لأنه قبل مفتوح. طب وين مفتوح؟ أنا مش شايفة فتحة. هو بقول لك خلص بالحكم جاء بالرواية إنه هذا مفتوح، ثم جاءت اللام بعدها مفخمة. فهذا هو الرابط بين ما الحكم الذي انبنى عليها إنه تفخم لفظ الجلالة. من وين أجت الفتحة؟ أجت بالرواية. هل هي موجودة بأصل الكلمة؟ لا، الكلمة هنا لا يوجد بها فتحة لأنه هذه عبارة عن أسماء هجاء في فاتح صور وليس لها حركة. طيب، بمعنى أنه ليس لها محل من الإعراب. طيب، موضوع الله، وليش هي تعتبر أيضا من فتح الحكمي؟ تعتبر من فتح الحكمي لأنه الحرف الذي سألفظه حديثا هلأ صار مسهلة، همزة مسهلة. هاي الهمزة المسهلة ليست مكسورة، ليست موجودة. طيب، الله ليست موجودة، أنا قرأتها على وجه التسهيل. طب في حرف أحط عليه الحركة؟ لا يوجد. طب اللام لفظ الجلالة بعدها هل سألفظها، هل سألفظها مفخمة أم مرققة؟ سألفظها مفخمة. يعني شو الحركة اللي قبله اللي سببت إني ألفظها مفخمة؟ مش شايفة حركة، هذه همزة، همزة مسهلة لا أستطيع أن أضع عليها حركة. طيب، فبالتالي صار اسمها ألف، فتح حكمي. فتح تعتبر الهمزة المسهلة بين الهمزة والألف اعتبرت وكأنها عليها فتحة، ولفظ الجلالة بعدها جاء مفخما. طيب، هيك وضحت. فهي موضوع إنك أنت أعطيتيني مرجع في الاستراحة إنها هي فتحة لا ترسم. الجواب نعم، هي فتحة ليست مرسومة. خليني أرجع للي كتبتي بس على الجروب. لم تقع بعد فتح حقيقي، وإنما وقعت بعد ألف مبدلة. والمرجع الآخر اللي قبله برضو كتبت الأخت الفتح الحكمي على وجه الإبدال، لم تقع بعد فتح حقيقي. والمرجع اللي قبله جبته ما كان بحكم الفتحة وليس بفتحة. هذا التعريف اللي أنا كنت بدي إياه، اللي هو ما هو الفتح الحكمي. هذا التعريف عجبني، هو ما كان بحكم الفتحة وليس بفتحة. هلأ تأصيل الموضوع، بدي أرجع مرة تانية للشيوخ، بارك الله فيكم. هاي صارت شغلتين بدي أسأل عنها، عن الفتح الحكمي. فبدي أحط لهم تعريف ما كان بحكم الفتحة وليس فتح حقيقي. فهاي إن شاء الله بضيفها على قائمة الأسئلة، هي وموضوع الثاني اللي سألتوني عنه إن شاء الله برجع فيه للشيوخ الأمناء الأفاضل. طب هيك تمام ريهام، طمنيني. أيوة شكرا. أنا كنت فاهمها شوي، بس وحضرتك بتشرحي أنا جا في مخي إن هو ده اللي إحنا أخدناه، عشان كده علقت. بارك الله فيكي. أنا قلت لك أن الأسئلة بثير أشياء سأبحث عنها. طب خليني إذا أنا أعطيكم شهديتي على موضوع أني ما أبحث عنه. بتذكر موضوع الهمزات، الهمزات الوصل هاي أثرتني وأنا بدرس فيها، وإنه شو طبلكي مر علي فعله وخايفة إني ما أشوفه أو ما أعرف إنه عبارة عن شو اسمه في هاي الموضوع. فربنا هداني بفضل الله سبحانه وتعالى، هداني إلي أن ألاقي أولاً الهداية، أولاً إني وجدت، شايفين هاي الشاشة هلأ في عليها مجموعة الكتب تاعتي، طب أتأكد إنه شايفينها. موجودة. طيب هاي الشاشة هي عبارة عن ملف اسمه ماي بوكس، موجود في، خليني أبدأ فيه هون، ببعث لكم الرابط له. هي في كل الكتب التي ألفتها موجودة تحت. هلأ في أشياء أبحاث بلشت فيها وما كملتها، وفي مراجع مختلفة. هلأ وين أجا هذا البحث؟ وأنا ببحث مرة في النت اتفاجأت بموضوع إنه في إكسل كامل، خليني أحاول أكبره، هيو، معجم أفعال القرآن الكريم. ما بعرف مين طوره وما بعرف مين عمله، ولكن جزاه الله خيرا، يعني من الأشياء اللي أبدعوا فيها اللي هي معجم أفعال القرآن الكريم، فيها كل فعل موجود في القرآن الكريم. طيب، فشو رحت أنا عملت؟ خليني أرجع على ماي بوكس. أنا رحت عملت بحث عليه ووجدت في هاي القائمة، طلعت من الأفعال كل فعل يبتدئ ب، خليني أسكر بس هاي عشان تبين لكم الشاشة هيك. يلا،
طلعت منه، صرت أبحث فيه كلمة 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 وأطلع منه الأفعال التي ابتدأت بهمزة وصل. فالتي تكتب باللون البرتقالي يبتدأ بها بهمزة محققة مكسورة، والتي تبدأ بتشوفيها بلون أزرق بتكون مضمومة، أما باللون الأسود لا يبتدأ بها أصلاً، طيب، لأنها بتكون عادة موصولة بشيء حرف آخر. فهاي الأفعال انزلوا هون، لاحظوا إنه البرتقالي سأبدأ بها بهمزة مكسورة، استأجره، اتخذوني، اتخذي، إذن، ابعث، ابلعي، ابنوا، ابني، اتبعوا، فكلها مكسورة إما بسبب كسر الحرف الثالث أو بسبب ضمه. طبعا هنا موضوع واتبعوا هنا أصلا ما ببتدأ فيها، أما اتبعون هاي من قلت لكم اللي بتلخبط الطالبات، بتبدأ بهمزة مكسورة لأنه ثالث الفعل مكسور. وين الثالث الفعل؟ بتقولي اتبعون، هي على فكرة ليس فيها حركات، بس انت بتكوني عارفة حركاتها إذا بحثتي فيها في الآيات اللي فيها. فاتبعون لأنه ثالث الفعل مكسور. طب وين ثالث الفعل أصلاً هون؟ لاحظوا أنه ثالث الفعل هو المشدد الثاني، الحرف الثاني في الشدة، فهذا ليس ثالث الفعل وإنما التاء الثانية اللي موجودة في الشدة فهي الثالث الفعل. احشروا، احشر، احشرا ثالث الفعل مضموم، احكم. فهاي كان بحث رائع عملته وصار عندي قائمة لكل فعل بتضمي وكل فعل بتكسري. وطبعا بدك تعرفي ليش، بدك ترجع طبعا للكلمة في القرآن، اسجد، اسجدوا، اسجد، اسجدا، لاحظة ثالث الفعل ضم. إن شاء الله ببعث لكم إياها، إذا ما بعتها ارجعوا ذكروني. اشدد مثلا، هاي اشدد بالضم، هنا واشدد ما حابتدأ فيها أصلا، ممنوع. هاي الأفعال اللي بالأسود ممنوع أبتدأ فيها، طيب ليش؟ لأنه اتصل فيها واو أو فا، هاي اللي بلخبطوا فيها الطلاب في الامتحان. شو بتقولك؟ شو هاي الألف؟ بتكون أنت شايفة عليها رأس الصاد. بتقولك شو هاي الألف اللي أنت شايفتها هون؟ بتقولي لها هاي همزة وصل. كيف عرفتها همزة وصل؟ علامة الضبط اللي هي الصاد الصغيرة. طيب كيف أبتدأ بها؟ يلا ابتدئي لي فيها همزة الوصل هاي، هيك بتو هيك بالكلام بتقولك ابتدئي فيها. أنت شو بتروح تحكي؟ استشهدوا. طب ما هي في واو موصولة، لا يجوز الابتداء بها، فبدك تكوني نبهة لهاي النقطة. فاصبروا، سهلة إنه دائما مش هتبتدئ فيها لأنها فاء، أما اللي فيها واو هي هاي اللي بتلخبط، لأنها فيها همزة، فيها عفوا حرف رافس للهمزة للحرف الذي بعدها. طيب هاي ها هاي كلمات، هاي في قائمة فعل الأمر. القائمة الثانية اللي عملتها منها طلعت كل فعل مبني للمجهول في القرآن الكريم، طيب، وما زال إنه بنتظر إنه حدا يحكمني إياه هذا البحث. هذا طبعاً هاي بس للمعلوم شكل الكلمات بتيجي، هاي كل الأفعال اللي فيها، استحبة، هاي كل الأفعال التي فيها همزة وصل في أولها، هاي كل الأفعال، جمعت أنا كل الأفعال التي فيها. فأنا حبعت لكم إياها عشان نشوف الأفعال اللي فيها همزة وصل في بدايتها. طيب هلأ منكمل مع الألعاب. طيب إذا نكمل مع نحن في مستوى المتقدمة، ونحن اليوم ما بدأ الابتداء، وهذه الألعاب راح تكون مصحف المواضيع ما زال معنا. ليش؟ لأنه بتذكروا إنه قلنا عن الابتداء التام. الابتداء التام يفضل أن يكون في رأس آية، طيب، التي فيها موضوع جديد. فمصحف المواضيع بيعيني في ذلك، بندور على الآية اللي لها لون مختلف، معناتها هي تتحدث عن موضوع مختلف، فالابتداء هنا يكون ابتداء تاما، والوقف هنا يكون وقفا تاما، طيب. هلأ هاي صادفت إنه هاي الصفحة اللي مفتوح عليها هنا في رأس إما حزب أو جزء أو كذا، إحنا هذا ليس الاعتبار، ليس اعتبار عنا إنه يكون رأس الجزء هنا. صادفت إنه رأس الحزب أو رأس الجزء أو رأس الربع موجود مع بداية موضوع، لكن مرات في بعض الأماكن موضع الجزء بيكون في نص الموضوع، موضع رأس الجزء أو رأس الحزب أو رأس الربع موجود هون، هل أروح أبتدئ عنده لأنه هو بداية الربع أو بداية الجزء أو الحزب؟ الجواب لا، ببتدئ بالموضوع المكتمل. هذا كنت نحكي فيه عن الابتداء بعد قطع، طيب.
فهذا هو أحسن شيء، وطبعاً هو الأكمل إنه نبتدئ من أول سورة، نبتدئ من أول سورة. هاي شجرة المعلومات اللي من شيختي التي حدثتكم عنها، التي بارك الله فيها أعطتنا مراجعها اللي عملتها لطلابها، فموجود مما ينطبق على ما ندرس اليوم، موضوع اجتماع الهمزات، موضوع البدء بالكلمة القرآنية أشكالها، والبدء بهمزة الوصل في الأفعال والأسماء والحروف مذكورة فيها، والابتداء. هذا موقع مميز، هو نفس الموقع اللي أخذنا منه المرة الماضية، في ابتداء بعد الوقف بقول لك حسن وقبيح، هلا جائز غير جائز، بدنا نتاكد الحسن هذا اللي بده شغل، التام الوقف التام بعده ابتداء تام، الوقف الكافي بعده ابتداء كافي، الوقف الحسن يجوز يكون بعده ابتداء حسن اذا كان على راس ايه فقط، غير هيك الابتداء مشكله، انه نبتدئ من بعد الحسن، اذا ابتدانا ببعد الحسن بيكون قبيح، الابتداء قبيح. طب الألعاب اليوم بدنا نتحدث أكثر عن التمارين، اليوم حنشتغل بالتمارين مظبوط، لأنه اللعبة بتاعت الأحكام حتكون بسيطة كثير، ما بدها شغل كثير، بس أكثر شيء حنعمل بالتمارين. ليش إحنا بنعطيكم تمارين؟ هل إحنا لا يؤثر على لفظنا للقرآن وتلاوتنا للقرآن المتصلة بس فقط عضلات الفم وعضاء النطق؟ إحنا في التجويد يعني كل الموجود في كتاب المنير هاي المنطقة يتحدث عن أعضاء النطق، هذا في مخرج، هون في مخرج، وهون المخرج جوا الحلق، وهذا المخرج جوا الشفتين، وهذا في اللسان، وما إلى ذلك. فهم بالكتاب كتب التجويد عموما يتحدثوا عن هذه، كل التركيز هون، إذا كل التركيز في كتب التجويد على أعضاء النطق الموجودة هون. لكن هناك أثر للفك وعضلاته المرتبطة حتى عند المفصل، عند المفصل تاع الفك، العضلات اللي هون بتشتغل معنا وإحنا بنحكي، عضلات الوجه، عضلات الرقبة، حتى الأكتاف إلى علاقة بتلاوتنا، الصدر وعضلات الصدر تصل إلى العضلات الجذع، كل هذا يؤثر على الصوت الذي نخرجه. وبالتالي أنا لما أكون بدي أتلو تلاوة صحيحة، وإحنا صرنا بمستوى متقدمة، إحنا نتوقع تلاوة ذات مستوى عالي وذات وقوفات في مكان صحيح وذات نفس وذات قدرة عضلية مميزة. فإذا إحنا إذا ما كنا مجهزين هذه العضلات بطريقة صحيحة، ستكتشفي بس تقومي من التلاوة رقبتك بتوجعك، حتكتشفي كتافك بتوجعك، بعد ما تخلصي التلاوة بتلاقي ظهرك بوجعك، يمكن أصلاً لما تقعدي تتلوي بس بدك تبدي بالتلاوة بتلاقي العضلات صارت بتوجعك، المفاصل، الديسك بضرب. طب ليش هذا بصير؟ هذا بصير لأنه هناك لا يوجد تدريب لقوة العضلات المرافقة حول أعضاء النطق، كل هذا عضد، هذا جسد واحد يعضد بعضه بعضا ويتداعى لبعضه إذا كان في مشكلة عندنا، فبالتالي العضلات كلها نحتاج أن ندربها. فإذا إحنا صح منركز على أعضاء المخارج، لكن إحنا أكثر شيء بدنا صحة العامة للقارئ، وأيضا أعضاء التنفس تاعته نركز عليها. هاي التمرين تشتغل هون، لكن لا يعني إنه بدناش نفسية القارئ العامة تكون كويسة، ونكون قاعد في مكان صحيح وزمان صحيح، وتتأثر تلاوته إذا في حضور بسمعوه ولا لا، هذا له اختلاف وهذا له اختلاف، كل هذا له أثر. بس إحنا اللي بدنا نركز عليه في التمارين، ولما نحكي عن لعب رياضة أو لعب تمارين، اللي بيكون إحنا بنتحدث مش بس عن أعضاء النطق، وإنما حتى يمتد إلى الصحة العامة وأعضاء التنفس، حتى قد نصل إلى الجذع يأثر علينا في التلاوة. فبالتالي أنا لما أقوي المران معناته أنا بصيب الهدف صح، أنا فاعل، عندي قدرة على الاستمرارية في التلاوة فترة طويلة، بدي أتلو الآن صوتي حاضر معي، بدي أتشكل لساني شفتاي، بدي أعمل حركات اللي مرتبطة بالحروف، مخارج الحروف بتطلع معي صح، وإذا بتصح الخطأ حكون عندي قدرة أصلح الغلط، غير لسانه رخي تلاقي حكي رخو ولسانه وشفتاي، يعني عم بحكي معكم بهاي الطريقة عشان بس تتبهوا، بكون رخو حتى بشفايفه حتى بلسانه. هدول الناس اللي بتكون عندها هاي الرخاوي في عضلات الفم والوجه بتكون تنطلق، هذا كله بيأثر على لفظ الحرف، فبالتالي ما بتكون قدرتهم على تصحيح الخطأ أضعف. فإحنا لما نقوي مران إحنا منزيد من الهدف اللي هو التلاوة الصحيحة بدون أن نؤدي إلى ضرر للقارئ. كيف نمرن؟ أول شيء نتحدث دائما في المران قبل ما يبدأ معك التمرين، بقول لك حطي حالك في الوضعية الفلانية، بدي أصلح الهيئة، هذا أول إشي، لأنه إذا ما صلحت الهيئة وعملت التمرين وأنا في وضع غلط، أنا حكون أضر حالي ما بنفع حالي.
دائما مره اذا انت بتتبعي بتشوفي فيديوهات تمرين رياضيه لتقويه الجسم مثلا، بتقول لك انت لما تعملي هذا التمرين برفع الرجل بدك تكوني متاكده من واحد، انت واقفه وقت كذا، رجلك الثانيه مستقيمه ولا لا، اتجاه القدم يمين ولا يسار ولا الى الامام، انت ضغط على بطنك ولا مش ضغطه، شاده بطنك لجوا ولا مش شاده، رقبتك بدها تكون بالوضعيه كذا، بعدين تبدأ تمرني الرجل الثانيه. يعني شوفي كم شغلة بتعطيك شروط عشان ما تأذي نفسك إنك أنت بتشغلي عضلة غير عن عضلة. فتهيئة الموضع، تهيئة تصحيح الهيئة جزء أساسي من أي تمرين رياضي أو أي مران. نكرر المران تزداد المقاومة، بصير إحنا نضبط حالنا أكثر وأكثر، من نصير نضيف مثلا أثقال ما أثقال، بنزيد المدى في الحركات، ثم نزيد عدد مرات التمرين ونرجع نتأكد أن الهيئة صحيحة، وهكذا كل مرة بنعيد هذه الدائرة حتى التمرين يفيدنا. فإحنا اليوم بدنا نلعب الألعاب تاعتنا، وهي لعبة ألعابنا حتكون إلها علاقة بهذا الشيء، بدنا نصلح الوضعية. اليوم حنركز على الدائرة الأولى هون اللي بنحكي عن تصحيح الهيئة والوضعية. فهاي اللعبة اسمها اضبطني متلبسة. طبعا هاي حتثير الكثير من الضحك وكثير من الأجواء الإيجابية في البيت أو في الحصة القرآنية، بس فيها محظورات، موضوع إنه أي صورة بدك تصوريها بدك تحذفيها مباشرة، يعني فيها تعاهد عندنا نبدأ فيها هاي اللعبة، إنه نتعاهد إنه إذا صورت حدا إني أرجع أمسح الصورة مباشرة، أو حتى لعبيها بموبايله، يعني بمعنى إنه هو يعطيك موبايله يقول لك مثلا من هون لربع ساعة رقبيني صوريني بموبايلي، بحيث إنه ما يصير في أي إشكاليات موضوع وضع الصور على موبايلات مختلفة. فهي اضبطني متلبسا، بمسك الموبايل تعطيني الأخت موبايلها 5 دقائق، إذا أنتوا بالبيت بين إخوانه وهيك لعبيها مع أولادك، لعبيها كل واحد يصورني اضبطني متلبسا، كيف وضعيتي وأنا بقرأ وأنا قاعدة وأنا مش منتبهة كذا، صورني حتى أنا أقتنع إنه أنا قديش وضعيتي غلط. فإحنا شو مشكلتنا عادة؟ طبعاً هاي الآن موجودة الصورة على النت، هاي موجودة أخذتها من النت، هي تتحدث عن الموبايل، وليش جبت لكم إياها؟ لأنه أنا عجبني كتير تشبيه يقول لك كنت أستغرب من تعلق الصحابة بمصاحفهم، بضلهم يروحوا يجوا على المصحف ويكثرون من القراءة وتعلقهم الشديد بالقراءة، ما كنت أتخيله، حتى رأيت الناس اليوم وتعلقهم بالهواتف، يعني بس قارني كيف نتعلق بالهواتف، كان هذا حال الصحابة والتابعين وتابعيهم في تعلقهم بالقرآن، كلما فرغوا تلوا، كان هذا ديدنهم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم يا الله علقنا بالقرآن، اللهم علقنا بالقرآن وأهل القرآن، والزمنا منهجهم ولا تفتنا بعدهم، يا الله أعطينا أجرهم. فهي الموبايل، ولكن خلينا نحكي إنكم متعلقين بالقرآن بهذه الطريقة، يا رب يا رب ربنا وما ذلك على الله بعزيز. فأنت إذا بتتلي بطريقة خاطئة، حاطة رأسك بطريقة خاطئة فوق جسدك، حتكوني حاطة وزن، الوزن الرأس الطبيعي هو 4.5 كيلو، لكن كلما أملت كلما زاد حتى يصل كأنه الرأس وزنه 30 كيلو تقريبا، من 4 إلى 30 كيلو إذا بقرأ بهاي الوضعية. تخيلي قديش في جهد على هذه الفقرات. طبعا أنا بحكي معكم وبظبط بقعدتي، يعني لا شعوريا الواحد بنتبه إنه قديش الموضوع مهم، يعني قديش كتير له علاقة في صحته وفي صحة عضلاته وما إلى ذلك. شوف الوضعية، 30 كيلو تحولت، هذا هون صار عليه وزن 30 كيلو هاي الفقرات، فبالتالي لا عجب إنه بصير عندنا دسك وما دسك. فإذا الوضعية، فشو اللعبة هاي؟ بكوني ماسك موبايل الشخص اللي سامح لك تمسكيه، خلينا نحكي موبايلك تعطيه لحدا، أو أنت بينك جوا العائلة مثلا، اضبطني وأنا قاعدة غلط، تحكي لزوجك لأولادك اضبطوني وأنا قاعدة غلط بس وصوروني خليني أشوفها. فلما تشوفيها حتنتبهي على حالك وتبدي مباشرة عملية الوعي، تضلها ترجعك
تصلي الى مرحله انك ماشي هيك. يعني هذيك اليوم مره ماشيين بسياره وشفنا ناس جنبنا هيك متاهبه وقاعدين في السياره والرقبه هيك ممدوده ومستطاله وفي وضعيه يعني متاهبه جدا، فلا شعوريا خاصه انت بتعرف الشخص اللي قدامك انه هذا يا تعجم يا بيشتغل في شيء في تمارين مثل هيك من مجرد وقفته، من مجرد وضعيه الراس تاعته. طيب هذا اذا كنا ايش هاي لعبه اسمها بطني متلبسه، فبتشوفوا الصور بتضحكوا عليها شوي بتنتبهي على حالك بتتبلشي تتذكري، وبعدين شو بنعمل بعد هيك؟ بنروح نحذف الصور، لا تتركوا الصور بارك الله فيكم، ولا تعملوا الغلط انه واحد يصوركم على موبايله من ليس من اهلكم، بس هي فكره من ناس قريبين من بعض، واذا استطاعت تعطي الموبايلات تعطي موبايلك هي تصورك فيه في الفض. والميزه طبعا انه مرات التصوير خارج موضوع الباسورد، فاكيد الباسورد بتكون مسكره بس وضعيه التصوير مسموحه. طيب هنا هذا تمرين اخر اسمه كم مقدار الخطا، هذا انت بدك تمتحني حالك فيه. شو بتكوني وين ما بتمري من حيط، اي حيط عندك هيك فاضي بيوسع تكوني واقفه عليه، بتكوني واقفه قدامه. هلا بتكوني انت واقفه هون بعيد عنه، بتكوني بعيد عنه تقريبا نص متر، بدون ما تحركي جذعك ارجعي خطوه 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 الى ان تلمس الحيط. اي جزء بلمس الحيط اول، هل هو ظهرك او من الخلف، كله هذا خطا. حتعرفي كم مقدار الخطا عندك. طيب فبتصير ترجع للحيط زائد بترجع لحيتك، هاي ترجيع اللحيه هاي ضروريه على الحيط وبتمرين الهلحه اللي بعده حنشوف على الكرسي. فبالتالي شو بتعملي؟ هذا اسمه كم مقدار الخطا. انت هلا وانت واقفه بدك تعرفي انت وضعيتك صح ولا خطا. اي حيط بتلاقيه دائما العبيها بالصبح بمساء كذا، وحاولي دائما بعدها تضلك لفتره بوعيك انك ماشيه صح، بلكي ان شاء الله تدخل في عاداتك في المشي الصحيحه. فهو اسمه كم مقدار الخطا، بتيجي اي حيط بتوقفي عليه تبعد عنه، بعدين ترجعي بخطوات بسيطة وبتشوفي أي جزء منك بيلمس الحيط أولاً، فهنا بتكتشفي وين الخطأ، يا عندك تقوس سفلي يا عندك تقوس علوي، وكلاهما يضعف العمود الفقري، لازم تكون لمسة الكتف مع هون لمسوا مع بعض. مش بس هيك، بدك كمان تدخلي الفك، هذا تدخيل الفك بحط الرأس في وضعية صحيحة مع العمود الفقري، فتدخيل الفك مش بس تكوني لامسه ولاحظي كمان الراس لامس، لامس والفك للداخل مش لامس وانا رافعه راسي لفوق. طيب هاي اسمها جلسني صح؟ دائما بدك تلعبيها كل ما بدك تبدأي بالتلاوه. حتقولي لها علاقه بالصحه والعضلات وكذا، لا لها علاقه كمان بالنفس. بالنفس هون له علاقه هون بكميه الهواء الداخلي الى الرئه. كمية الهواء الداخلي للرئة بتزداد كل ما كان الإنسان جالس بطريقة صحيحة. كمان في له أثر على الحنجرة والأصوات الحنجرة، كل ما كان الواحد جالس جلسة صحيحة كل ما ضغط على منطقة الحنجرة والأوتار خفت، فهذه اسمها جلسني صح. هاي اللعبة هنا موضوع الكلمات، هاي حاولت أدور لكم كم مرة وردت بعثت لكم إياها، وبيضل تمرين آخر ما كتبته بالسلايدات هلأ بضيفه إن شاء الله تعالى وببعث لكم السلايدات كاملة، إنك تمسكي ثلاث صفحات من المصحف كلهم همزات وصل، بتطلعي همزات الوصل، وأول 10 كلمات في الأفعال وفي الأسماء بتطلعي لي كيف يبتدئ بها وما هو السبب. طيب كيف أبتدئ بها وما هو السبب؟ طيب خلينا نخلي التلاوة إن شاء الله المرات إلا المرات الجاي، يمكن ما الوقت تأخر اليوم للتلاوة، فإن شاء الله نكمل في لقائنا القادم، وجزاكم الله خيراً، وإن شاء الله نعطيكم سلادات كاملة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.